بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وامام المتقين. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعز المسلمين بالإسلام وأذل رقاب الجبابرة وأذل رقاب الجبابرة والعصاة والمفسدين في الأرض حيث تخلفوا عن وحي السماء وقيم الإسلام وربنا سبحانه وتعالى سنته هذه لا تتخلف أبدا وذلك بأن كل أمة إذا خرجت عن أمر ربها وعصت خالقها وبارئها سبحانه وتعالى فإن الله مهلك إياها إن عاجلا أو آجلا حتى لو كانت هذه الأمة من أمم التوحيد ولكنها لم تلتزم منهج ربها فإن الله سبحانه وتعالى يؤدبها بعصى التأديب الإلهي حتى تثوب إلى عقلها ورجدها وتعود عن غيها هذا ما أكده القرآن الكريم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها والله سبحانه وتعالى كما قلنا سنته لا تتخلف أبدا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لهذا أيها الإخوة نعتز بالإسلام والحمد لله ونعتز بطاعة الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالحمد لله الذي اعزنا بهذا الدين والذي ان جعلنا ننتصر على اهوائنا ونفوسنا وشهواتنا بطاعتنا لله وحده سبحانه وتعالى. ايها الاخوه مرت فتره زمنيه سجل فيها اسلافنا من المسلمين حضاره هذه الحضاره التي لم يسبق لبلد ان شهدها كما شهدتها تلك البقاع الطيبه من عالمنا الاسلامي. هذه الحضارة التي تغنت بها أجيال وأجيال وتركت هذه بعد ذلك أي الأجيال بصماتها وآثارها على تلك الديار حيث يحن الإنسان إلى تلك الديار وإلى ما ترك المسلمون الأوائل على تلك الديار الطيبة يا ألا وهي أرض الأندلس وفي هذا اللقاء حيث نسعد بلقائنا هذا مع ضيف كريم ومسؤول من مسؤولي العالم الإسلامي في تلك البقعة الطيبة من بقاع العالم الإسلامي سابقا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الآمال لتزدهر من جديد وتشرق شمس الإسلام على تلك الديار مرة أخرى وما ذلك على الله بعزيز وضيفنا هو الدكتور عبد الصمد أنطونيو روميرو رمان أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة غير ناطة ومن ثم هو رئيس جمعية الثغرة الثقافية الإسلامية في إسبانيا فأهلا وسهلا ومرحبا بالدكتور عبد الصمد ونحن سعداء مرة أخرى أن نقول حيث تعيد إلى ذاكرتنا أنت في هذا اللقاء ما كنا نعيشه بأحلامنا في الواقع عن واقع الأمة سجلت كما قلنا تلك الحضارة وآثارها ماثلة إلى اليوم فحبذا في بداية اللقاء دكتور عبد الصمد أن نعرف بهذه الجمعية التي أشرنا إليها وأنتم ترأسونها تعريفا موجزا لنقف بعد ذلك على معاني أخرى ومعالم أخرى في هذا اللقاء إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نطيب لنا أن نعبر عن شكرنا الجزيل لاولياء الامر في هذا البلد الطيب وللمسلمين المواطنين والمقيمين في هذه الدوله فهم يحبون من خجل اليهم نسال الله ان يجعل هذه الزياره لكم هذه خالصه لوجهه الكريم ان شاء الله ونشكر التلفزيون الشارقة خاصة وهو أكثر تلفزيون عربي يتجرد لخدمة الدين الإسلامي وهذا يدل عن ست وجوه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعلى أنه يحمل في هذا العصر التي يتفرق فيه المسلمون الأستاذ مظهر جائز كيمة جمعنا في هذا اللقاء وجزاك الله خيرا فنسأل الله ونستعينه أن نكون إجابتنا لأجل لأسئلته طيبا خالصا ومفيدا شكرا لكم دكتور عبد الصمد وبالنيابة عني كذلك أيضا باسم الدكتور الشيخ سلطان وإخوانه أيضا نشكركم على هذا هذه الزيارة والكلمات الطيبة نعم فبالنسبة للسؤال التي تركتني عن التعريف عن الجامعية الثغرة الإسلامية الثقافية فإننا نقول أن بعد صدور القانون في حرية الأديان في إسبانيا في السنة 1970 ميلادي بعد المسلمون في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام فكان من المفروض في ذلك الوقت وكرر الجماعة الإسلامية في الأندلس أن يوفدوا يعني وفدا من المسلمين للدراسة الدين الإسلامي واللغة العربية في الجامعات في العالم الإسلامي. ففعلا نحن خرجنا بعضنا في هذه المهمة ورجعنا إلى البلاد ومنذ خمس سنوات كنا نجتهد في تأسيس مركز ثقافي ومجمع ثقافي في وسط الأندلس بين كوردوبا وغرناطة، وهذا مركز عبارة عن مزرعة كبيرة 100 هكتار، يكون الجو إسلامي لي خاصة ليكون لي أولاد المسلمين والآيلات في منطقة يعني آمنة، ونكون التعليم اللغة العربية ودين الإسلام، فمنها فيها مسجداً على وفق الإنتهاء، نحن في آخر المرحلة. وانتهينا المدرسة لتعليم الأولاد المسلمين والمسلمون الجدد وأيضا عندنا كاعة للمحاضرات لكون كل سنة في محاضرة على المستوى الدولي في جامعات الأوروبية والأمريكية والبلاد الإسلامي وأيضا مكتبة لكون في توزيع الكتب والترجمة وغيره وأيضا في مهد المهني فهذا المجمع والحمد لله كف نحن على وفق انهاء هذا المشروع يكون في المستقبل وهي الوحيده في اسبانيا للاسف فنكون ان شاء الله في الواجد الذي نحن قدر الله وهدانا للاسلام وهذا مسؤوليتنا امام المسلمين في الاندلس. شكرا دكتور عبد الصمد. طبعا هذا التعريف بهذه الجمعيه وانتم في باكوره العمل نترك ذلك ان شاء الله الى ان نتحدث عن اوجه النشاط التي اشرتم اليها كذلك بايجاز لكن نريد ان نعود بالذاكره والخيال الى الماضي البعيد. تعلمون ان الاسلام طرق ابواب الناس في تلك الفتره الزمنيه ودخل الى قلوب الناس ولكن لم يدخل بالقهر والغلبه والسيف انما دخل الى قلوب الناس بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالاسلوب النبوي الهادئ صلى الله عليه وسلم. صحيح. وهم يتمثلون قوله سبحانه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فحققوا الهدف والحمد م. لله في تلك الفتره ولكن توالت الايام وحصلت النكبات، السؤال الذي نطرحه الان الاثار التي تركها المسلمون في الاندلس كثيرا ما يقرا احدنا الاثار هي عباره عن المساجد التي تركها، القصور، الفن المعماري، الهندسه المعماريه، الزخرفه وما الى ذلك. هذا امر مشاهد محس. حبذا لو اننا اشرنا الى هذه الاثار، لكن اهم من هذا الحقيقه نريد ان نحدث عما ترك المسلمون من اثار فكريه وثقافيه ما زالت اثارها في الناس يتوارثونها ولو من باب العادات والتقاليد، فلو تكرمتم. جزاك الله خيرا، هذا سؤال جميل. ف انا شخصيا أن نفضل ان نكون سؤال يعني البذور التي غرس الاسلام في اسبانيا جميل بعد ان نكون صيغه السؤال لان كما قلت انت يعني الاثار المعماريه والاشياء التي ترك لا تركت الناس لا يحتاج الى تاريخ ينفع للناس فعلا لان الى الان وهذا نقطه يعني مهمه كيف نقول ان اسبانيا هو دوله يعني بدرجه الاولى سياحيه فيزورنا كل سنه تقريبا اكثر من السكان الموجود السكان صحيح. هون 40 مليون شخص الاسبانيين نحن فنزور اكثر من 40 مليون سنويا الله اكبر فالهدف والاسباب الرئيسيه هو زياره الاحداث ال... ال... الاثار الاثار الاسلاميه صحيح. يعني 60 و70% والدليل انه الزياره في كوردوبا وغرناطه ومالغ وازبيليا وروندا ومورسيا كل هذا يعني الهدف هو الاثار الاسلاميه. نعم. فحتى الان حتى في هذه الاثار المعماريه كما قلت قبل قليل هو يستفيد الناس الى الان لكن لا. نعم عفوا دكتور الصلاة. الحقيقه <applause> الاثار يمكن ان يؤخذ منها عبر. نعم no. no. صحيح يؤخذ من منها عبر، no. العبر اناس ينظرون اليها وهم مشدودون اليها no. كيف كيف وينظرون الى عظمه no. ما توصلت اليه الحضاره الاسلاميه في ذلك الفن من no. حيث الفن المعماري no. ولكن نحن ننظر اليها من جانب اخر صحيح. من جانب عقدي وسنشير الى هذا no. ان شاء الله نعم فنحن كما 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 قلت انت وكما قال القران الكريم أخبرنا عن أمم الذي يعني وصلوا على الدرجة وأنهم يعني أكثر قوما وأكثر أموالا وهم كلهم زالت فنحن في في الدولة في إسبانيا الآثار المعمارية نحن على قدر علمنا المسلمين يعني لن نهتم في هذا الـ 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 اثار اكثر من الموجود يعني هنا يعني عمل البشر وكل شيء حتى الاهرامات تزول بلد. يعني كل الامور تزول لكن الاثار التي ينفع للناس هو الالوم والاكيده وال وهذه الاشياء التي يبقى الى يوم القيامه. صحيح. فهذا الامور وهذا الالوم لا تخسى ولا تعطى في, في الاندلس والى الان فالسبب كل إخوان المسلمين يعرفوا أن سبب النهضة العلمية في العصور الوسطى في أوروبا هنا كان السبب مأخوذ كل العلوم في الأندلس فهذا صحيح. من العلوم كان من الفقهاء وكان من من الكتاب والعلماء والى الان كتبوا كم من التراث الموجوده الان في الاندلس لا تحصى ولا تغادر صحيح ف الآثار التي كان يريد كنا نريد نحن المسلمون والذي نحمنا هو السلوك الإسلام ترك في شخصية الإسبانية يعني يعني الاستعداد الدائم لقبول الحق هذا دكتور صمد ولو سمحت لي بس أوجز الكلام للإخوة المشاهدين لانه طبعا نشكر الدكتور عبد الصمد وهو يتحدث بالعربيه وان كانت العربيه تشوبها اللكنه لكن الحقيقه دائما نحن نعتز باخواننا حيثما كانوا وهم يتعلمون العربيه ويحاولون التحدث بها لانها لغه القران فاذا انا افهم من فضيلتكم بان الاثار التي تركها المسلمون هذه هي ليست هي الحقيقه محل اهتمامنا نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم معلومكم وهذا مرتبط بقضيه نعم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المربين لم يهتم بمثل هذا البناء نعم. انما اهتم ببناء الشخصيه نعم. الربانيه نعم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نعلم ما بنى قصورا شامخه نعم. وما كان يهتم النبي عليه الصلاه والسلام كما كان يهتم في ذلك الوقت الاقياصره والاباطره والاكاسره انما اهتم ببناء الانسان الرباني المستخلف في هذه الارض كي يحقق الرساله التي من اجلها خلق الله تعالى، تفضلوا. نعم، فهذا هو الذي كنت اريد ان اقول. نعم, نتك... نعم. فالسلوك فال... والاشياء والصفات وال... التي تركها الاسلام في اسبانيا لا ت... يعني كثيرا. صحيح. فبالنسبه هذا الاستعداد ال... الدائم لقبول الحق فهذا لا جز لا تزال يعني هو سوف يكون الى اخر الزمان، لان هذا البذور الذي غرز الاسلام في اسبانيا، هذا الموجود الان نستطيع ان نكون مثلا في عندما تسافر الى اي كرة او قريه صغيره الاداه والتكاليف موجوده. جميل. وحتى الناس غير مسلمين. جميل. لكن الـ 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 تحصد بسعادة أو بالسرور أن الإسلام ما خرج أبدا من إسبانيا حتى لو كان على المستوى الفترة الذي مر إلى بداية هذا القرن الميلادي فكانوا المسلمون موجودين إلى إلى الآن فالأذات والتكاليف موجودة في, في, في كل في الريف في الكورة خاصة في المناطق الجبلية في يعني كيف يتزوج كيف الآلات والتكاليف وإكرام الضيوف والنظافة وال حتى الصلاة no. سبحان الله يعني نحن نشكر لك لعلكم تريدون أن تبينوا إخو المشاهدين بأن الأمل إن شاء الله كبير أن يعود الإسلام ليأخذ موقعه في سلوك الناس وحياة الناس عقيدة وثقافة وفكرا وسلوكا وذلك بأن الإسلام ترك آثاره والمسلمون تركوا أيضا بصماتهم على حياة الناس بعاداتهم وتقاليدهم فأنتم طبعا تؤكدون هذا المعنى وقد حدثني كثير ممن من يذهبون قال كانك تعيش فعلا في ديار المسلمين بعاداتهم وتقاليدهم طبعا فساد العقيده الذي حصل هذه فتره ولكن نسأل الله ان يجعل من هذه الارتباطات السلوكيه سبيلا الى عوده الناس الى عقيده الحق عقيده الاسلام مره اخرى ان شاء الله. طيب الجانب الثقافي هذه جوانب سلوكيه اشرتم اليها من عادات وتقاليد مثلا بقيت في حياه الناس no. حتى اعتقد البناء والسكن no. يغلب عليه هذا الطابع no. لكن في قضايا مثلا الفكريه والثقافيه no. الناس يا ترى هل بقي مثلا توارث لهذه الثقافه العربيه الاسلاميه عند الناس يتناولونها او يتدارونها فيما بينهم no, طبعا في كان فترة كبيرة يعني طويلة سببوا كثيرا المسلمين يعني يعني التاريخ الحقيقي الذي حصل في الاندلس لكن حتى في هذا الزمان كانوا الناس من المفكرين مفكرين وغير مسلمين لكن كانوا يشكوا في هذه الافكار الذي موجوده في الكتب فكيف كان هذا الضرب الى المسلمين والاسلام واي واحد يستطيع ان يرى كيف حوله نعم. فهذا الاتصال في الفكري كانوا نتيجة إن هذا الآن في هذا العصر خاصة بعد النظام الديمقراطي في إسبانيا فتقريبا الناس يفكر في طريق آخر يعني لم يكون الآن أن الإسلام فعلوا والمسلمون يعني السلبيات بس يكونوا في مكان خاصة في المستوى الجامعي الآن بدأ الناس في المستوى العلمي والثقافي اهتمام كبير جدا عن التاريخ الحقيقي في اسبانيا والذي ما حصل في الاقليات وفي المسلمين وخاصه في الحركه الموريسكيين كيف كانوا يعيشون في هذه الفتره الطويله تحت المحكمه التفتيش وغيره وغيره وغير يعني دراسات عميقه الان في بحوث على المستوى الجامعي والمراكز الخاصه فهذا الـ 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 المستوى موجود الان والحمد لله نحن نستطيع من من جهه الاسلاميه وحتى لو نحن قليلون ان نوثر هذه الحركه وان نكون يعني جيل من المفكرين والناس الكبار في, في اسبانيا ان يتقرب علينا ونتفهم كيف كان تاريخ تاريخنا العظيمه ونستفيد في المستقبل طيب دكتور عبد الصمد هذه نقطة أيضاً أقف عندها. ما زالت أعتقد هناك مكتبات إسلامية قائمة. نعم. المكتبات الإسلامية التي كانت محل إعجاب ومحل الدهشة أيضاً عند كثير من حتى الغربيين. نعم فلما لما ترك المسلمون من أسلافنا هذه الآثار الرائعة جداً. نعم. هي عصارات فكر العلماء من المسلمين على مختلف انواع العلوم، لا نقول الجانب الشرعي فقط، حتى في العلوم الاجتماعيه، نسمي العلوم الانسانيه مثلا او ما نسميه بالعلوم الكونيه نعم. الاخرى. طيب هذه الان المكتبات ما زالت موجوده او ما زال منها مثلا موجود كثير؟ نعم المكتبات موجوده والحمد لله، فعلى سبيل على سبيل المثال هناك في مدريد في مكتبه الاسكوريال مشهوره. نعم. هي الى الان هناك في مخطوطات من العجيب ان لا طلع الناس اليها إلى الآن. الى الان هناك ايضا في غرناطة سكولا استوديو عربي او غيره وفي في يعني بعض المكتبة خاصة عند الكنيسة لا. وما يعني إلى الآن أيضا ما طلع الناس لدراسة هذه المخطوطات أيضا المخطوطات الموجودة هم كثير في كوردوبا في مكتبه وفي غرناطه وفي أو وفي الجامعات كلها في مكتبه خاصه للكتب الاسلاميه ولكن المخطوطات المهمه الى الان يعني لا ما على الناس لدراسه ان هذه المخطوطات. طيب هي مخطوطات طبعا بالعربيه. نعم طبعا. لكن هنا السؤال الذين سوف يتواصلون مع هذه المخطوطات العربيه يا ترى هل يتكلمون العربيه؟ وما مدى اهتمامكم بتدريس اللغة العربية هناك وانتشارها بين ابناء المسلمين؟ هذا هو هذا هو نعم. اجابة يعني السؤال نعم. <applause> هذا هو حذفنا ان نعم. شاء الله ان شاء الله. فللاسف الشديد هذه المخطوطات قد يكون الى الان ما كانوا الناس يعني على المستوى العلمي اللي, عر... اللي للدراسة وللغة العربية واكثرهم الذين درسوا واستفادوا في هذه المخطوطات هم اكثرهم المانيين وفرنسيين وهم فعلا والذي اخذوا هذه العلوم واستفادوا منه والى الان يستفيد. الله فنحن البكية هذه المعلومات نحن نريد ان نكون في هذا المستوى في تعليم اللغه والبلاغه حتى نستفيد ونترجم من هذه الكتب. بهذه الكتب. نعم. طيب الان بالنسبة لهذه الكتب قلتم بأن مثلا المكتبة طبعا هي خاضعة للنظام والسلطة لكن يا ترى تواصل لو جاء أحد علماء المسلمين من الخارج أو حتى من إسبانيا يتكلم العربية ويريد أن يتواصل مع هذه المخطوطات هل يا ترى مسموح له أم محظور على أي إنسان مثلا أن يمس هذه الكتب يعني الطرفين في محدودة بعض الكتب وبعض الكتب الغير موجودة الغير معروفة الآن في في الفهارس ليس من من الصعب الوصول إليه آه. لكن إن شاء الله في تركة الدبلوماسية الخاصة والتعاون مع بعض الجهات حتى بعض الكبار من من الكنيسة نستطيع إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. أن نكون في هذا الدور إن شاء الله جميل يعني أنه هذه لفتة طيبة الحقيقة معلومكم المخطوطات كثيرة <applause> فلو أراد على سبيل مثال واحد باحث من العالم الإسلامي العربي أو غيره، أراد أن يتواصل مع هذه المخطوطات مثلا ليحقق مخطوط لم لم ينشر بعد إذاً ليس مستحيلاً. نعم ليس مستحيلاً. ليس مستحيل وهذه طبعاً نحن أثرناها من أجل أن نقول لعل الذين يريدون أن يقوموا على تخطي على تحقيق بعض المخطوطات مثلاً أو نشرها. ومبثية في العالم الإسلامي لعلهم ينظرون إلى تلك المكتبات الزاخرة مم التي غصت بهذه الكتب التي تركها أسلافنا من قبل رحمهم الله تعالى مم سؤال آخر أنتقل إلى موضوع الآثار المعمارية نحن طبعا الكل يسمع وهذا لو سألت الكثير من أبناء المسلمين إلا من رحم ربك يعني أو أقول أسأل الله إلا من رحم ربك أن تكون هذه دعوة لأبنائنا وأجيالنا أن يهتموا بهذه <applause> آه الآثار واهتمامنا أعني بذلك الكل يسمع من عن المسجد المعروف مسجد قرطبة <applause> هذا المسجد الذي يتحدث عنه الناس كثيرا من رأى أو من سمع نحن ما <applause> رأينا لكن سمعنا ورأينا أيضا بعض اللقطات المصورة لهذا المسجد العظيم السؤال الآن هل هناك يا ترى توجه من اجل اعاده العباده الى هذا المسجد؟ يعني الى الان يعني ليس هناك محاوله ما. كبيره لكن في قلوبنا المسلمين الاندلسيين عندما نزور المسجد طبعا هذا مسجد حتى مكتوب على الباب مسجد وفيها داخل المسجد في وسط المسجد الى الان يعني كنيسه يصلون اليه للنصارى نعم فنحن إن شاء الله في شاء الله. في المستقبل نحاول أن الطريق السلمية يعني جميل. نكون يعني من التعاون والاتفاق مع هؤلاء المسؤولين هم كبار الكنيسة الإسبانية أن نكون يعني جزء من الكنيسة للنصارى والجزء الباقي هو كثير للمسلمين نعم خطة لتجديد ول هذا المسجد يعني يوما من الأيام يعني مفتوحه لكل الاديان نعم يعني يعني انتم الان في هناك ساي حثيث من اجل ان يكون للمسلمين موضع في هذا المسجد لا. على الاقل نعم ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب ان يعود المسجد الى ما كان عليه من عهد سابق حيث يوحد الاله سبحانه وتعالى فيه لانه بني من اجل هذا لا. وما ذلك على الله بعزيز لكن انا اعجبني اسلوبكم الطيب أنكم تأخذون القضية بالحوار no. والصمت والهدوء no. وهذا نحن نسعى إليه جاهدا ونستفيد الجميع كلنا جميل لأن الحقيقة القضية كما بعضهم احيانا ياخذهم عاطفه الشباب كيف ويفكر بامور لا تحمد عقبها نحن طبعا لا نقبل هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم الله امره بقوله وجادلهم بالتي هي احسن ولذلك اسلوبكم الطيب هذا سرني جدا الواقع ان تصلوا الى ما تريدون <تصفيق> الى <تصفيق> تحقيق اهدافكم الطيبه ان شاء الله التي هي اهداف المسلمين عامه طبعا الحديث يطول عن هذا الامر لكن سؤال أنتم تقرؤون تلك الآثار سواء كانت الآثار المادية المحسة أم أو الآثار الأخرى الفكرية والثقافية وما تركه المسلمون السؤال عندما تكون هذه الأمة في أوج عزها وعظمتها بكل ما علم ما للأمة ما مثلا من حضارة من ثقافة من مدنية وما إلى ذلك انهارت فيمكن نحن الحديث باختصار ما أسباب انهيار هذه الحضارات الحضارة الإسلامية في تلك البلاد والله هذا سؤال لو تحدثنا حقيقة عن الانحيار الدولة الإسلامية في الأندلس نستطيع أن نقول أن السبب الرئيسي هو إظهار الطرف وانتشار المعاصي وهذا أفاد لكل مسلم وكل أصول فالقرآن الكريم يؤكد في سورة الإسراء وهو الآية التي ذكرتها في البداية نعم. لقوله تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسكوا فيها فحق حق عائل. عليه القول فدمرناها تدميرا الله أكبر صدق الله العظيم الانسان حينما تترك دين الله تتخلى عن دين الله والدولة تتخلى عن دين الله يتخلى الله عنها. سبحانه وتعالى عنهم نعم فتضيء الامة فهذا هو ما حصل في الاندلس وهذا الذي نخشى نحن اليوم في في الأمة الإسلامية لأن تقريباً السمات الموجودة في في الأسر الحاضر في صفة عامة يعني قد يدل لهذا هذا الإنحراف أيضاً انحجار فنحن الأمة أمة الإسلام في مرحلة صعبة ف لحجمة قوية من ملة الكفر فحجمة فكرية وثقافية تحذو تحذف إفساد الأجيال الشباب وحجمة اقتصادية تضعف إضعاف قدرات الأمة وقدرة يعني حذف يعني اجتماعي يكون يعني الأمة يعني والمستقبل كما نراها اليوم وكما نحسن يكون غدا ف النقطة ليس كما نقول للتفرق المسلمين لأن المشكلة الكبيرة والسبب الأكبر هو كما قلت لك هو انهراف يعني انتشار المعاصي وانتشار إظهار الطرف وترك الدين وأخيرا عندما تترك المسلمون الجهاد فمصيرهم كما نراه اليوم الله أكبر <applause> شكر الله لك وأنا بدوري أيضا أقول لإخوة المشاهدين كلمات موجزة عبر فيها ضيفنا الكريم حيث وضع الحقيقه اللمسات على اسباب انهيار تلك الدوله العظيمه وتلك الحضاره التي ذهبت مع مخول الأدراج الريح مع الرياح ولكن اثارها بقيه وان شاء الله هي اساس لبناء جديد باذن مم. الله تعالى اذا اسباب وهذه جاءت في القران الكريم هذه الاسباب ما اكثرها في القران الكريم فربنا سبحانه وتعالى عندما اهلك الامم السابقه جعلها عبرة نعم. وجعلها أيضا سبيل لكي يتذكر الناس أنهم إن خالفوا عن أمر الله تعالى وعصوا ربهم ورسل ربهم سبحانه وتعالى فالعاقبة كما ترى فأمم ربنا سبحانه وتعالى جعل ديارها عليها سافلها وأمم ربنا عذبها بأنوان أخرى من العذاب ذلك لأنها خالفت عن شرع الله تعالى لذلك ذكرنا الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كيف الذين كيف من قبلهم يأخذوا العبرة نعم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فلذلك كما حصل هناك يمكن أن يحصل في كل مكان إذا لم تتق الأمة ربها وتلجأ إليه سبحانه في كل أحوالها فإذا هذه كلمات والله يا إخوتي كلمات في غاية ال 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 الروعة عندما نضع نشخص ونضع يدنا على الداء لعل هذا التشخيص يعود بنا مرة أخرى كي نتذكر لأن الذكرى في الواقع تنفع المؤمنين دكتور عبد الصمد طبعا المسلمون على إثر النكبة كما م. حدث المؤرخون كان هناك تضييق لكن الآن في الوضع الحالي هل هناك تضييق على المسلمين من حيث ممارساتهم مثلا لعبادتهم أو لبناء أماكن مثلا للعبادة أو إنشاء جمعيات هل هناك تضييق على المسلمين؟ نعم نستطيع أن نقول أن ليس هناك أي تضييق للمسلمين في الحاضر نا. ولا محاربة عن المسلمين ولا كراهية للإسلام ولا دي. أو غيره وغيره يعني الحمد لله نحن في إسبانيا يعني منذ ظهور النظام الديمقراطي والدستور في الدولة نحن نستطيع ان نكون في اي عمل اسلامي يعني في حريه التامة جميل. يعني ونستطيع ان نكون في في الاعلانات في الجامعات في اي مكان يعني كمواطنين وليس حتى الناس الان بدا يعني يحبوا انا اقصد الغير <coughs> المسلمين يحبوا المسلمين اكثر واكثر. لانه يعني درسوا عملوا كيف عرفوا كيف كانوا في المستقبل في الماضي, في الماضي. فلم نريد ان يعودوا الى المستقبل بنفس الصوره. نعم. فلكن في كل مكان ليس في اسبانيا فقط الاقليات المسلمه معروف يعني عندنا يعني حرب غير مباشر وهذا الحرب معروفه في العالم الاسلامي لا. ولكن ليس بالطرف من الدوله الاسبانيه بالعكس يعني نحن وقعنا للمستوى الدوله في سنه 1992 يعني اتفاقيه بين المسلمين والدوله، ليس من الحكومه الدوله نفسها والبرلمان. ووقعنا هذه الاتفاقيه وقد نريد ان نقول هذا لاجل الملك خوان كارلو خاصه والملكه الاسبانيه هم الذين اثروا وقدموا هذه الخطه المهمه امامنا. فنحن نشكره كثيرا، وإلى الآن نحن إننا قانون خاصة في إسبانيا هو الوحيد في العالم الغربي. وهو. وهو الاتفاقية الموجودة على المستوى الدولة بين الدولة الإسبانية والمسلمين. جميل. نعم. طبعا هذا الاتفاق يعني يعطي الحرية للمسلمين نعم أن يتحركوا لإظهار الإسلام. لا نقول الإسلام بالصورة التي يشوهها أداء الإسلام. بل عليهم ان يعطوا الصوره ان شاء الله نعم. تعالى وهذا نحن ما نحسن الظن بهم ان يعطوا الصوره حقيقه عن سلوك المسلم في حياته نعم. هذا هو الاسلام. نعم. ليس الاسلام كما يزعمون بانه دين قتل نعم. ولا دين سفك الدماء ولا نعم. آه العنصريه ولا انما الاسلام والحمد لله رب العالمين فسح المجال وفتح الصدر لكل نعم. انسان حتى لو كان على دينه لكم دينكم ولي دين وذلك من دخل الإسلام دخل عن قناعه نعم. لا يدخل بالقهر والغلبة وهذا ما كان نعم. عليه النبي صلى, صلى الله عليه الله. وسلم والأمثلة كثيرة ترون أن الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم الله. حتى الذين اشتطوا في الإيذاء عليه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أهدر الرسول دمهم نعم. وجاءوا بعد فتح مكة يدخلون على الرسول يا محمد لو جاءك فلان كعيش نعم. ابن أبي جهل وغيره لو جاءك فلان أتقبل إسلامه نعم <applause> فما اماط عن وجهه عند ذلك طلب من الرسول ان ينظر في الاسلام طول الفتره الزمنيه فاعطاه فرصه وبقي ينظر في الاسلام حتى اقتنع بانه دين الله تعالى فدخل الاسلام، هذا نحن ما نسعى اليه ان شاء الله وانتم تسعون الى ذلك ان ندعو الى الله بالاسلوب الطيب، لكن سؤال فيما يتعلق بالجاليات العربيه التي تذهب الى اسبانيا وتقيم فيها لاسباب ما قد يكون مثلا لعمل تجاري او ما الى ذلك. طيب يا ترى هل يعطون الصوره الصحيحه عن سلوك المسلم ام هناك انحرافات مؤلمه في الواقع يمكن ان تسيء للاسلام. نعم هناك جانب يعني من ناحيه الجاريه العربيه وجزاك الله خيرا انا اقول يعني الايجابيات نعم. هنا الكثير نعم. فهم الذين بالحقيقه عندما حصل المشاكل ببعض البلدان في أيام الستينات يعني وصلوا بعض الإخوان في إسبانيا خاصة من بلاد الشام وفلسطين فوصلوا إلى الجنسية وولدوا أولادهم لون إسبانيين لا. يعني وتزوجوا هناك وعنده أكثرهم سلوك إسلامية وأسسوا مراكز إسلامية فعلا فهذا هو الجسر الإيجابي لا. في كل الجماعة في سلبيات فنحن شو. لم وهم كله كلا. الصفة الغريبة أيوة ونحن أسلمنا نحن كمواطنين ولا إسبانيين أسلمنا بأسباب كثيرة فنحن كنا في فترات يعني نتعاون معهم وحتى الآن في إسبانيا للأسف الشديد هو يعني تقريبا هذا النقطة السلبي يعني الجماعات الجارية العربية يكون في وادي ونحن في وادي اخر سبحان الله فليس ليس هناك اي حرب لكن شخصيه <applause> الناس ونحن كمواطنين او الاصليين اسبانيين هنا نحن المسؤولين عن لأننا نعرف البلاد نعم وهون عنده شخصيات وسمات خاصه نعم. مثلا الطلاب العرب وعنده يعني علاقات من المنظمات من بلاد اخرى فهون عنده شخصيات معينه ونحن عندنا يعني الدور انه ضيوفنا فنحن نكون ان شاء الله في المستقبل في جماعه واحده ان شاء الله هذه إن شاء الله. <تصفيق> <تصفيق> هذه انا اثرتها الحقيقه لا. دكتور عبد الصمد ليكون لكم دور فعال ان شاء الله لا. في احتواء هؤلاء الناس لا. اذا ارادوا ان يشذوا عن الاسلام وسلوك الانسان المسلم او يعطوا صوره مشوهه عن الاسلام ليكون لكم الدور الكبير لا. حتى يفهم الناس بأن الإسلام شيء وأن المسلمين شيء آخر فإذا ما حصل انحراف فهذا شأن أي إنسان وفي كل دين يمكن أن يكون في هناك الإنسان المستقيم والإنسان المنحرف هذا أمر بدهي يعني فحتى لا يفهموا أن الإسلام هو سلوك المسلمين المنحرفين بل إنما المسلم هو الذي ينتظم بالإسلام في سلوكاته الطيبة التي سلكها حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جميل دكتور الصمد ما دام انتم الان الحمد لله مطمئنون وهذا الاتفاق بينكم وبين الحكومه هناك فهذا انفراج يعتبر انفراج هل تم استغلال هذا الانفراج لصالح مثلا الدعوه الاسلاميه والمسلمين هناك نعم قد يكون نحن كما قلت يعني المجتمع الغربيه في حاجه الى دين الاسلام صراحه صحيح يعني سلوك والاسلاميه والاسلام هو الدين دين السلام والحكمه والمؤامره الحسنه والمشكله ان هو الناس لم يميز بين الاسلام وسلوك بعض المسلمين صحيح هذا هو النكته المهمه حتى الناس يكون يعرفوا تماما ما هو الاسلام فلذلك نحن نركز في سلوك المسلمين ونحافظ ان الصوره جيدة للمصير عن المسلم المواطن وغيره في مجتمع الغربي يكون جميل في صوره حسن ويكون حسنه. ولم نتكلم الا بالعمل، العمل ما الكلام، يعني العلم يعني لم يكن الا بالتطبيق. فنحن في هذا الطريق وان شاء الله نكون دائما في هذا الطريق. لكن أنا كأني فهمت من فضيلتكم دكتور الصمد بأن المسلمين الإسبانيين الأصلاء من هناك يعني بأنهم يتميزون بسلوكهم عن بعض الجاليات العربية كما فهمت من جنابكم لأنكم دخلتم الإسلام وعرفتم الإسلام من خلال أحكامه الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاولون أن تترجموا تمثلا قول الله تعالى أو امتساناً لقول الله تعالى أو امتثالا لقول الله تعالى وأنتم تتمثلون الآية الكريمة <applause> يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما <applause> لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهذه والله تثلج صدورنا مع كل إنسان مسلم أن يعطي الصورة الحقيقة أو الحقيقية عن هذا الدين العظيم بحاله وقاله لا ليس مجرد الحال لا كذلك بالسلوك بال طيب اوجه النشاط التي تقومون بها وانتم تقومون على هذه المنظمه او هذه الجمعيه بالاصح ما اوجه النشاط التي تقومون بها هناك ان شاء الله والنشاط نحن كثيره ففي الاول كما قلت في البدايه نهتم في دراسه اللغه العربيه والدين الاسلامي لاولادنا جميل لماذا لان نحن اسلمنا في اسباب يعني متعدده وكثيره لكن اولادنا في المجتمع الغربيه ما عندهم الى الان اي مدرسه اسلاميه في اسبانيا هذا عجيب عفوا يعني دكتور ن... الصمد انا نتابع رحلتنا نعم. لكن هنا نقطه قلتم اسلمنا نعم. يعني انتم دخلتم الاسلام بوقت متاخر يعني كنتم غير مسلمين نعم. طيب ما الشيء الذي جعلكم تسلمون؟ هذا سؤال <applause> يعني الإجابة طويلة لأن نحن يعني أسلمنا بوجه الله وكلنا عندنا ظروف لكن حقيقة وأنا أسحر كما قال الأسبوع الماضي لجريدة الاتحاد أن أتكلم آه. عن الإسلام وهذا السؤال دائما متكرر في كل البلاد اللي من الدروف. صحيح صحيح فنحن نقول أن نحن أنا قبل الإسلام كنت لا ديني يعني نعم يعني اسرتي كان من النصارى وكنا نعيش في غرناطه ثم كنا في بين غرناطه وكوردوبا اسمها المنطقه الثغره لا. يعني كان الحدود بين كوردوبا وغرناطه في الوقت الذي في المسلمين في الاندلس فنحن انا شخصيا كنت مهني يعني يعني استاذ في الموسيقى الكلاسيكيه نعم فكنت يعني يبحث من زمان عن يعني عن الاصول عن هذه الموسيقى الكلاسيكيه الكبيره في اوروبا نعم فانما تكر الكتب في المعاهد العاليه في اسبانيا في اي مكان لا كانه جاء من الهواء فبدات ناخذ من خلف الاصول الاسطى ووجدت يعني في مخطوطات وفي يعني المؤشحات وغيره فبدات الدراسه وعندي بحث طويل وكبير جدا في هذا المجال ف كنت اهتمام كبيراً يعني هذه الفتره من ناحيه البحوث انا كنت لا ديني لا اصدق احد. الله اكبر. يوم من الايام كنت بجيران في غرناطه من المسلمين وكان ده بعض الهدايا من الاشرطه وشيء من القران الكريم واخذت في الاستوديو ومن اخر اللفظة استغربت لان هذا الـ الـ الاشياء لم يكون اي انسان يكون كيف الوقوف والماده والتعاون هذا التزويد في القران الكريم. نعم نعم. فكنت مستغرب جدا وكنت ما سافرت كثيرا من مع المسلمين في افريقيا الجنوبيه في افريقيا الجنوبيه في بيت شيخ احمد ديدات في دوربان جنوب افريقيا. جنوب افريقيا, وفي, أفريقيا. وفي المغرب وغيره فإلى لم نكن يعني اي مجال ليسلم انا كنت افكر ان الاسلام هو يعني اذا في شيء هو الاسلام يعني فكريا وتطبيقيا كان مئة مية يعني على المستوى ولكن يعني الـ الـ السبب الرئيسي مره من المرات كنت في الرباط في اسمة المغرب في المغرب نعم ومع المسلمين وقفنا السياره في وقت المغرب في المسجد وانا كنت خارج من بعد ان يكون المسلمون يصلي المغرب ثم بعد الصلاه في ذات تكاليف المغرب ان يقرا القران في خلقه نعم. يعني كبار الشيوخ واولاد وكانوا يقرؤون سوره الواقع بعد بعد الصلاه فحصل لي يعني 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 في ذلك اليوم العظيم يعني يعني نداء من الله حتى يعني الى الان انا كنت لا ليس خيالي وليس يعني هو كان شيء حقيقي يعني 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 شيء عظيم جدا فدخلت في السياره واخذت هنا في في قياده السياره يبكي بسرور وبسعادة سبحان الله. حتى انتهي قراءة <applause> القرآن حتى كنت خايف عندما خرج المسلمين من المسجد كنت يعني خايف كيف يكون هذا يعني سنتين مع المسلمين وكنت يرفض الشهادة الإسلامية والآن كيف نقول لهؤلاء الناس أننا أنني أريد أن يسلم فرجعت فورا إلى غرناطة وبعد اليوم يعني الحمد لله كنت أعرف كيف يسلم يعني شاهدت عده مرات الشهادات كثيرا في غرناطه فدخلت في المسجد وقلت وكرت, وكرت للاخوان انني اريد ان ادخل في الاسلام و وكان الناس يفرح كثيرا والحمد لله والحمد لله الى, الى الان طيب كم كان العمر دكتور عبد الصمد؟ عمري كان 26 سنه ما شاء الله نا. يعني في فترة يعني. الحمد لله الوعي يعني. في ما كان هي فترة العاطفة نا. أو الطفولة أو ما إلى ذلك فهذا من فضل كنت متزاوج عند والد اسمه داود الصغير نعم نعرفه نا. بارك الله لك به وبذرية طيبة إن شاء الله طيب التسجيل أنتم عندما تسلمون تسجلون تغيير الدين عندكم في إسبانيا؟ يعني تكجير مثلا في دائره في دائره مثلا تسجل فيها no. نسميها دائره النفوس نحن نعم no. مثلا تسجلون ان فلان تغير من دين دينه غير دينه من كذا الى كذا يسجلون no. هذا لم نسجل ولكن التسجيل في قلوبنا لكن انت عندنا مشروع أيوه مفيد جدا أيوه لأننا نكتب كتاب عن بعض الإخوان والقصة ليس من الأكبر قصة يعني في أكبر من القصة دي نعم. وهو من العجائب كما قلت في البداية الإسلام ترك في إسبانيا يعني استعداد دائم للقبول الحق وهو الله. على السبيل يعني هو كان هذا الصفات وهذا الـ الصفات العظيمه موجوده في 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 شخصيات الاسبانيات. جميل. فهذا هو السبب وقد يكون دعاء من اجدادنا فحان الوقت لهذا الجيل ان نكون نحن يعني اجابه مستجيبه. ان شاء الله يعني هذه يعني دعوه دعوه نعم آه ان شاء الله من اسلافكم. نعم آه الاصل الذي حيث كانوا على الاسلام وأنتم إن شاء الله محل استجابة الله لتلك الدعوات بإذن الله تعالى ولذلك الأرومة والأصل العرق دساس مهما تباعدت الأيام ونأت الديار فلا بد أن تبقى هناك الحقيقة الآثار متوارثة حتى تظهر هذه الآثار فيما بعد وأنتم إن شاء الله من أولئك بإذن الله وأمثالكم طيب غير نعود إلى أوجه النشاط ذكرتم جانبا تعليم اللغة العربية وهذا الذي استوقفني معكم تعليم القران الكريم نعم. والحمد لله وقلتم هناك حريه طيبه لهذا نعم. تعليم اللغه العربيه في المعاهد نعم. لكن هل هناك التعليم يبدا من الطفوله بالمدارس؟ هذا الذي نحن عندنا المشروع الان وفق الانهاء ان شاء نعم. الله ان شاء يعني الله في اخر المرحله يعني نبدا من الـ من البدايه من الروضه الى ابتداء متوسط ثانوي جميل هذا الاساس نعم. فنحن نكون ان شاء الله اولادنا يعني قادرين يعني للغه العربيه وهذا الاهم ونحن نكون اللغه العربيه الاولى ان شاء الله, إن شاء الله والاسبانيه الثانيه حتى يتواصل الابناء مع مع القران ومع الكتب الاسلاميه ليتعرفوا الى معالم حضاره هذه الامه التي انتسبوا اليها عقيده وفكرا ان شاء الله طيب اوجه نشاط اخرى غير القران والعربية النشاط الاخرى هو نشر الثقافه الاسلاميه العربيه جميل في المجتمع الغرب جميل فقد فعلنا هذا بهذه الخمس سنوات الأخيرة لا. كثيرا في أوروبا كلها يعني كل محاضرات واللقاءات المستوى المدراي آه للمراكز الإسلامية في أوروبا وآخر المؤتمر كنا في مدريد قبل قبل سنة و في سنة ونصف تقريبا لا. وغيره فنحن نقدم يعني هذه الثقافة على المستوى الجامعة والمستوى المراكز الإسلامية في أوروبا وعلى المستوى المجتمع الغربية كلها فنحن عندنا ارتباط دائما في المسلمة في أوروبا وأمريكا لكي نتوحد الجهود لنكون منهج إسلامي يعني على أهل السنة والجماعة وأن نكون العقيدة سليمة وأن نكون يعني في انتشار الثقافة الإسلامية ونكون صورة عن الإسلام صحيحه أمام إن الناس إن شاء الله لكن فيما يتعلق بموضوع آه الثقافة الإسلامية هل أنتم تقيفون فقط عند الجوانب العلوم الشرعية جوانب العلوم الشرعية أم آه في هناك بين أيديكم مراجع نعم. بان المكتبة الإسلامية هناك تعج بالوف مؤلفه من المصنفات في شتى انواع العلوم. هل يا ترى انتم تنشرون ايضا العلوم الاخرى الانسانيه مثلا وغيرها في تلك الان تهتمون بها ام تقفون عند المواد الشرعيه؟ نحن نهتم اكثر من الثانيه، يعني الأمور الشرعيه للمسلمين لبعض المسلمين للتشريع التشريع نعم للمسلمين يعني نعم حتى لم نكون الى الناس يعني هذا في المستقبل. ان شاء الله. لكن نحن الان قلت هو المستوى كما قلت انت هو الجانب الاجتماعي الثقافي والعلوم المفيدة وهم الكثير في الأندلس. نترجم بعض الكتب يعني في المجالات كثيرة، يعني في الأدب وفي الشعر وفي التاريخ وفي القصص. وفي علوم الاستماع والبيطري والعلم الحيوانات والزراعه يعني كل المجلات تقريبا هذه طبعا نكون صوره يعني كامله متكامله ان شاء الله وهذه نعم جيده حتى نعرف أولئك نعم بان المسلمين لم يهتموا فقط بجانب العلوم نعم الشرعيه نعم بل اهتموا ايضا بالعلوم الانسانيه والكونيه نعم وهذه آثارنا تدل علينا كما نعم قال الشاعر طيب في اوجه نشاط اخرى مثلا باهتمام الاجيال وتربيتهم في معاهد مثلا في المساجد المساجد ترى هل مرخص بإنشائها من جديد نعم نحن الآن في آخر يعني مرحلة بالبناء أول المسجد وكما على يد المسلمين هذا في شاكورة في الجميع نعم. عندنا نحن في آخر المرحلة الآن فنحن نكون, نكون في كما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول شيء عندما نزل في المدينة المنورة هو تأسيس المسجد صحيح وكان المسجد يعني ليس عبارة عن للصلاه يستلف كل شيء كل الأمور المسلمين كان المدرسة كان مسجدا كان المكان الاستماع كان مقرر لكل شيء وحتى كان المكان الذي ابتلع الفتوحات الاسلاميه صحيح و... منطلق الجيوش يعني. نعم وكان النور المحمدية الذي انتشر الله في الله العالم صلح. كله الى يومنا هذا صحيح نعم. جميل يعني هذه الحقيقه اندلت تدل على ان هناك الحمد لله تدبير ووعي وتركيز هادئ وهادف لتحقيق الامل لان الشيء اذا استعجل الانسان يعني قطف ثماره قبل الاوان عوقب بالحرمان كما نه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فالانسان لا يتعجل الامر نه. انما بالهدوء والصمت والتؤده معلومكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما عند الكعبه نه. والاصنام كانت تحيط بها وفوقها وفي داخلها حتى بلغت 360 صنما ياتيه احد المسلمين وهو خباب بن الارت رضي نه. الله عنه وقد ضاقت به السبل من شدة تعذيب المسلمين والتضييق عليهم من قبل كفار قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره يبشره بعد أن قال له إن الرجل خب ممن كان قبلكم كان يوضع في جذع شجرة فيأخذ المنشار فيوضع في مفرق رأسه فيفلق في القتين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه عن دينه صارف ولكنكم تستعجلون وأقسم له النبي والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر من, صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله وَدِئْبَ على غنمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون لا تستعجلوا أنتم خذوا بالأسباب وخططوا للبعيد وانفذوا إلى قلوب الناس بهذا الدين عند ذلك تجدون الإسلام يتحرك بحركة المسلمين في بيعهم في شرائهم في سلوكهم في أدبهم في كل مظاهر حياتهم وهذا إن شاء الله ما نحرص عليه ونذكر به إخواننا طيب سؤال الحقيقة نحن قبل أن نختم لقائنا مع الدكتور فيما يتعلق بموضوع مساعدة العالم الإسلامي لانه يعني في الواقع آه هذه الجمعيه التي نحن اشرتم اليها وانتم ايضا تراسونها، السؤال الان لابد ان يكون هناك تعاطف لان كثيرا من عالم الإسلام يمكن ان يقدم العالم مم. العربي الذي من الله عليه الحمد لله بثروات طيبه مم. يمكن ان يقدم اذا تعرف من خلال إن شاء الله فضيلتكم وأمثالكم أيضا إذا تعرفوا إلى هذا الأنشط هذه أو الأوجه من النشاط يمكن أن يسهموا لا شك في ذلك لأن أهل الخير الحمد لله كثر في عالمنا فمدى مساعدة العالم الإسلامي مثل هذه المؤسسة هذا سؤال الحمد لله يعني يعني مفيدة ولكن أنا الإجابة نكون يعني نحن أكليات نعم ونحن ونستطيع نقول في المجتمع ان في مجتمع الغرب اننا نفس المشاكل نعم ولي... نكون يعني صوره جيدا عن الموقف الان الموجود في في هذه السنوات الاخيره نقول ان في حملات يعني من كبر الملة الكفر نتكلم عن الجماعات ونتكلم عن ال... يعني حتى ان عدمت كثير من من الدعم في العالم الاسلامي للاقليات المسلمه وللاسف الشديد يعني هناك من يوافق ويصدق هذه الاكاذيب ونكون يعني في يعني يعني فكريا دخلوا هذه الافكار ويكون في هذا فكريا في هذا بعض المسلمين ولل انهم يعني يصدقوا هذا الكلام ويكون الرغم انه مسلم. م. فهذا يعني نحن الأقليات المسلمة في الغرب يعني إننا الفكرة الجيدة وإننا الطريقة الدوة لكن نحتاج إلى إمكانيات وإذا إننا الفكرة مننا لازم تكون نتحرك للتحرر نحتاج إلى إمكانيات وإننا برامج كثيرة لن نستطيع أن ننفذها لأدم هذا الأصول إلى هذا الدعم نعم. نعم. فهذا القضية نحن نكون كيف نكون الواحد يعني يتمسك يعني يتمكن هذا المشروع قائم ونكون يعني المسجد موجودة والمدرسة فهذا ليس هناك أي مشكلة للتقديم المساعدات نعم نعم. على, المستوى يعني الرسمي والمنظمات الإسلامية والحكومات وللأسف الشديد الى الان نحن نجد في في خاصه في اسبانيا فالى الان ما وصلنا الى هذا الطريق الى الى هذه المساعدات بل تقدم بعض بعض الاخوان من العالم الاسلامي وهم اصحاب الدعوه وال والغيره الاسلاميه فهذه المساعدات لا يكاد يستطيع يستطع يستطعت يعني هذا يعني لم يكونوا دائما مستقره مستمره فنحن في هذا في هذه الحفره العميقة فنحن إن شاء الله نريد أن نكون فرصة للإخوان الطيبون هم كثيرون جدا خاصة في هذه الجزيرة فنزورنا و يعني بالاستمرار نكون يعني يعني فرصة للسياحة ونكون في جو إسلامي جميل. ونحن عندنا مخيمة في السيف للشباب فهذا فرصة لنتعرف أنفسنا ونكون يعني جو يعني ارتباط دائما مع الاخوان القادرين الى هذه المساعدات فنحن نرجو الله ان نكون هذا الطريق الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله في بناء المساجد هذا فرصه للاخوان لن يهتم فقط في وهذا حق لكل الانسان يبنى بيتا ونكون داخل فيها يعني كل متاع الدنيا هذا حق للانسان ولكن لن تتركوا هذا حق الله، يعني المساجد هنا حق بيت الله صحيح و ومركز الدعوه وبيت المسلمين. أوه. على كل حال شكرا لكم ولعلي يعني اوجز ما تفضل به ضيفنا الكريم دكتور عبد الصمد بان التعاطف مع هذه الجمعيه ومع المسلمين في تلك الديار هو قائم ان شاء الله. ولعل الكثير من أثرياء المسلمين قد يجهلون لو وصلهم أعتقد فيهم الكثير من أهل البذل والعطاء لأن الخير قائم في هذه الأمة ونحن نثق الحمد لله رب العالمين أحيانا قد يسري اليأس إلى نفوس بعض الناس فيقول يا أخي هذا مشغول بمتاعه وهذا أخي لو ذكرته أعتقد يمكن أن يتذكر لكن تحتاج القضية إلى أسلوب وإلى ثقه نعم تحتاج الى اسلوب والى ثقه فاذا وثقوا بهؤلاء الناس وجاؤوهم بالاسلوب المحبب اعتقد القلوب إن شاء الله يمكن إن, شاء الله. آه أن تأخذها جوانب الرحمة وتتعاطف معكم بإذن الله كما يتعاطفون أعتقد في كثير من الجمعيات الإسلامية التي يعني هي مشهود, مشهود لها بنشاطها الطيب ودعوتها بالأسلوب النبوي صلى الله عليه وسلم تنال حظوة طيبة مم. من مساعدات ولعلكم إن شاء الله أنتم من أولئك إذا ما وصلتم إلى بعض الإخوة المسؤولين والأثرياء فتعاطى يتعاطفون معكم وانا انا واثق لانه اعرف الخير قائم في الامه والحمد لله رب العالمين وهناك الكثير من يبحث الى مكان يكون محل الثقه ليزرع في هذه الدنيا ثم يجني الحصاد في يوم القيامه ونذكر بقوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت السبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء دكتور عبد الصمد الكلام كثير انت شرحت صدورا الحقيقه بهذه المبادره الطيبه وهذا النشاط الطيب لهذه الجمعيه وكونكم تدرسون ايضا في جامعه لكن قبل ما اختم اللقاء انتم درستم العلوم الشرعيه في اي جامعه انا كنت في جامعه ام القرى تسع سنوات وتخصصي ان اللغوي والتربوي ما شاء الله لكن انا صراحه يعني كنت في جلسات كثيرا في مكة والمدينة وجدة ما شاء الله وجلست مع سيوخ من هو السلفي ومن هو المتصوفين يعني اخذت فكرة عامة نعم وكنت يدرس مع شيخ محمد علوي ايضا الفي المالكي نعم <applause> وما كنت عندي اي مشكلة ولا في الجامعة ولا في الجاريات أخرى يعني الحمد. كنا نعرف انا اسباني مسلم جديد وكنت اتعرف عن جميع حتى ما اتي عبد العزيز بن باس يعني ما يعني على كل حال انا قصدت من هذا السؤال الحقيقه ان دراستكم هذه جاءت عن طريق الجامعه ومن ثم العلاقه مع اهل العلم وكونكم ذكرتم حقيقة مثلا جانب سلفي وجانب صوفي أنا الحقيقة دائما أحب أن أقول إن علماء المسلمين جميعا تسميتنا أو تسمية الله لهم هي هو الذي سماكم المسلمين فالكل الحمد لله مسلم، وان اجتهد منهم من اجتهد، ولكل انسان مجتهد نصيب، فان اصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر، ونسال الله ان يؤلف القلوب ويجمع الشمل باذن الله. في ختام اللقاء هل لكم كلمه تتوجهون بها الى العالم الاسلامي؟ يعني في هذا المنبر نذكر والذكر ينفع المؤمنين. ما في شك. نذكر انفسنا واياكم بتقوى الله والعمل والإخلاص بالنية والعمل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلام. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم من لم يهتم بأمر المسلمين, المسلمين فليس بالنعم. منهم ففي هذه النقطة يعني نطلب من الناس الإخوان المسلمين أن نهتم أن يهتموا بالأمور المسلمين وخاصة في الأقليات المسلمة ونحن محدودين في في عالم الغربي والثقافة الغربية قوية جدا لا. نستطيع أن نكون مجانين في هذا المجتمع نكون قادرين على أقل شيء نكون يعني جو يعني أمام الناس نظيف ونكون يعني في مرحلة يعني جيدة ونسأل الله العفو والعفو والعافية إن شاء الله, الله. الله, آه الله ونصر للإسلام والمسلمين جميعا إن شاء الله وأخيرا يعني أن رب سبحانه وتعالى الله هو ال يحط الجميع كلنا وجزاك الله خيرا لهذا اللقاء الطيب ونتعاون على الدين والحمد لله جميعا وجزاك الله جميع خيرا اهلا منك. وسهلا مرحبا ايها الاخوه المشاهدون آه كلمات عبر بها ضيفنا الكريم ان شاء الله عن امل هذا الامل المشرق حيث نقرا الاسلام وهو يشرق من جديد في كل بقاع الدنيا في ذلك وفي تلك البقعه التي اشرق فيها الاسلام وترك الاثار ترك اثار المسلمين فيها وما زالت ماثلة قائمه في اللقاء هذا أخي أخواني الكثير من الكلام ولكن يكفي ما تفضل به ضيفنا الكريم حيث نتوجه إليه بالشكر الدكتور عبد الصمد أنطونيو راميرو رمان وما تفضل به إن شاء الله هي كلمات معبرة عما يجيش, يجيش في صدره نحوكم ونحو أيضا المسلمين في تلك الديار لنكون سندا لبعضنا بإذنه تعالى والرسول يقول في الحديث الصحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فإنكم يد إن شاء الله لإخوانكم إلى أن نلتقي في مثل هذه اللقاءات مع ضيوف يجلسون على ثغر من ثغور الإسلام والمسلمين نستودع الله دينكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته